الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. بروي ركن الركوع ركن الإيمان إذا يريش الله سبحانه وتعالى. كيف أؤمن بالله؟ كيف كا 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 الله سبحانه وتعالى؟ تؤمن بتوحيد الربوبية. يريم الله سبحانه وتعالى توحيد ربوبيته. وتؤمن بتوحيد الألوهية وإما الله سبحانه وتعالى توحيد الألوهية وتؤمن بتوحيد الأسماء والصفات إذا كويس توحيد إيمانا يسويس تها وتؤمن بوجود الله ولا تنكر وجود الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تونا نعيرش ما الأدلة على وجود الله كويس كويس دوكا زي بوستان الله سبحانه وتعالى على وجود الله كثيرة جدا يمكن أن نجمع هذه الأدلة ونجملها في أربعة أدلة دوكا زي بوستان الله سبحانه وتعالى سنوغي أتى تو ممكن الأول العقل يستحيل ان ياتي انسان عاقل ينظر في هذا الكون في طلوع الشمس في غروبة في البحار والمجرات والانهار الا ولابد ان يثبت ان لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. <applause> الثاني الحس تكون في كرب وشده ترفع يدك للسماء تقول يا رب يا رب فرجت تنفرج قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ونزل الغيث. druga الثالث الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فهو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. رجي رجي الله سبحانه وتعالى. الرابع الشرع وهذا كثير الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والله أعلم.